وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها. ثم إن يهوذا الإسخريوطي واحداً من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعد لنا. فخرجا تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما فأعدا الفصح.